مدير المنشآت والمرافق فاسيليتي مانجر، مهمته هي إدارة العلاقة بين كل منشآت وأصول المؤسسة من أبنية لماكينات لموظفين لتفادي أي مشاكل بينهم تؤثر على سير العملية الإنتاجية، وده اللي بيخليها وظيفة مهمة في كبرى الشركات. إنجوسوفت عملت دورة CFM اللي بتأهلك تحصل على أهم شهادة في العالم في المجال وتكون Certified Facility Manager. هتدرس المحاور الـ11 للشهادة وتستعد للاختبار بـ690 سؤال. للحجز والتفاصيل اضغط سجل الآن أو Sign Up.